عنابة ورشة مفتوحة لتستعد لموسم الاصطياف ولتكون في أبهى حلة. أشغال تأهيل الواجهة البحرية في أيامها الأخيرة. كان الشاطئ يعني ريس يعمر وفلاح رشيد يعني يشوفوهم في كارثة لاهية. درك الحمد لله كان يشوفوا في بوادر حسنة على مستوى الشاطئ، وهذه يعني خدمة ما شاء الله نتمنها كمجتمع مدني. راي ربي يبارك راه ولا نوارة، ربي يبارك بنخلوا بالواحد، وما شاء الله راه عندنا بزهرة إن شاء الله. أشغال أجمع الكل أنها لن تغير من شواطئ المدينة فحسب، بل حتى من منظرها العام. الواجهة البحرية لشاطئ ريس يعمر منذ سنوات وهي في حالة كما يعرفها العام والخاص. الحمد لله بعد انطلاق الأشغال هنايا احنا ان شاء الله كيجيو الزوار والسياح لولاية عنابة هذا الصيف ان شاء الله راه يلقاو وجهها مغاير. لمسة فارقة أخرى أي إشراك المجتمع المدني بمقترحاتهم في نوعية الأشغال وفقا لمبدأ الديمقراطية التشاركية. اقترحت هذه الدراسة لجنة موسعة شارك فيها المجتمع المدني، أيضا بالنسبة لاختيار المواد المستعملة ارتقينا إلى استعمال حتى منصات التواصل الاجتماعي أخذ ورد مع المجتمع المدني. وما شاطئ شابيه لعينة، فاللمسة الجمالية تعدت إلى باقي الشواطئ عبر حملات تزيين وتنظيف.